قال رحمه الله تعالى؟ قال: والمصدر كضرب وإكرام، إن حل محله فعل مع أن أو ما، مع أن أو مع ما، ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل، ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه. هذه كلها شروط، تقريبا 8 شروط لعمله. وإعماله مضافا أكثر، يعني يعمل منون أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أنا إطعام المصدر منون، ففدية طعام مساكين هذا مصدر ولكنه ليس منونا. قال إعماله قبلها هو وأعماله مضافا أكثر، أكثر يعني من أعماله ماذا؟ منون. نحو: ولولا دفع الله الناس إلى آخره. به احنا شفنا في البداية ايش قال؟ قال النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل، يعني التي تعمل عمل الفعل، المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كضرب وإكرام. هنا في شذور الذهب ذكر لماذا عد مصدرين كضرب وإكرام. قال ليبين بذلك أن المصدر يعمل سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثي، يعني سواء كان مجردا أو مزيدا، ثلاثيا أو رباعيا، أيا كان بابه فيعمل عمل فعله، وإنما يعمل بشروط ثمانية. وطبعا لما نتكلم على الشروط فهناك فرق بين الشروط وبين الأسباب. الشروط لابد أن تستوفى جميعا، يعني لا يكفي أن يتوفر شرط واحد. احنا نعرف في الصلاة عندنا شروط ولا هل يكفي أن يعني أن يتم الإنسان ويحصل كل الشروط ويفقد شرط واحد؟ مثلا عندي شروط الكل إلا استقبال القبلة، ولو هو على طهارة، ولو هو يعني ساتر للعورة إلى آخره. لا، فالشروط لابد أن تستوفى جميعا. أما الأسباب لا، مثل أسباب جمع الصلاة، فما المطر الغزير، فما الوحل، فما الظلمة، فما السفر، فإذا يتوفر سبب واحد من هذه الأسباب فتولي تتاح الرخصة. بل هنا لابد من حفظ الشروط الثمانية، لأنه إذا فقد شرط واحد منها يولي عمل هذا المصدر باطل. لا يعني أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. هنا هو لم يسمي أن، لم يقل أن المصدرية، هذه اللي عوجنا البارحة، ذكرها أن بقطع النظر سواء كانت أن التي تنصب الفعل المضارع اللي تدخل على المضارع، وإلا لدينا أن أخرى اللي هي تدخل في بعض الحالات على الماضي، وإلا تدخل على الفعل المضارع التي دخلت عليه السين. علم أن سيكون منكم مرضى، شنو هذه أن الناصبة؟ لا، هذه المخففة من المثقلة. فهذا الفعل الذي عفوا هذا المصدر الذي سيعمل عمل فعله، أول شرط من شروطه لابد أن يصح تعويضه أو أن يمكن تعويضه بفعل مع ماذا؟ مع أن أو مع ما. بالنسبة للأن، إما أنها ستدخل على الفعل فتجعله بمعنى المستقبل، وإما أنها ستدخل على الماضي فسيبقى بمعنى الماضي، وما ستدخل على الفعل اللي يكون عادة بمعنى الحاضر. قال أحدها أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. قاعدين نتبعوا من النقرة ولا؟ فالأول يعني الذي، شنو المقصود بالأول؟ أيوه، الذي الفعل الذي يمكن أن يحل أو المصدر الذي يمكن أن يحل محله فعل مع أن. ذكر له حالتين: عجبني ضربك زيدا، ويعجبني ضربك عمرا. لماذا ذكر فعلين؟ الاثنين تتقدر فيهم أن. الأول ستدخل أن مع جسمه مع الفعل الماضي، لأن قال أعجبني هذا يتعلق بالماضي، ويعجبني هذا يتعلق بالمضارع اللي فيه المستقبل.
فإنه يصح أن تقول ما كان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، وما كان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا. ما هذه الحالة الأولى؟ مصدر يصح أن يحل محله ماذا؟ فعل مع ماذا؟ مع أن، سواء كان الفعل ماضي وإلا مضارع، اللي هو باش يصير بمعنى المستقبل. والثاني، شنو المقصود بالثاني؟ أي الثاني هو مصدر يمكن أن يحل محله فعل مع ما، فعل مع شنو؟ ما هو نقال قبل ولا إما مع أن أو مع ما. إذا إن حل محله فعل مع أن أو مع ما. والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا الآن. علش زاد كلمة الآن؟ إيه إيش ما فائدة هذا التحديد؟ لأنه لو قال يعجبني ضربك زيدا يمكن أن تقدر أن أم لا؟ يمكن يعجبني أن ضربك زيدا في قوة قولي يعجبني أن تضرب زيدا، ولكنها بمعنى شنو هي؟ بمعنى المستقبل، لأن أن هذيك لما تدخل على المضارع تفيد المستقبل. لكن لما قال الآن فهل يمكن أن تقدر أن هنا؟ لا يمكن. فماذا سنقدر؟ سنقدر ما، يعني التقدير يعجبني ما تضرب زيدا، مش ما النافية، ما المصدري. والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا الآن، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت لأنه للماضي، ولا أن تضرب لأنه للمستقبل. ما يمكنش للماضي لأن عندك يعجبني، واضح ولا؟ ومعها الآن، الآن كان لك تنفي كونه يعني للماضي. ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، يعني يعجبني ما تضرب زيدا في قوة قولك يعجبني ضربك زيدا. لكن وقتاش هذا؟ أمس ولا غدا؟ الآن. لا الآن. ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب وتريد بما المصدرية، أو وتريد بما شنو؟ شغل المصدرية ولا المصدرية ولا المصدرية؟ مصدرية. ها؟ علاش مصدرية؟ أي لأنه مفعول به ثاني لتريد. تريد فعل وفاعل، وبما هذا جار ومجرور في قوة المفعول به الأول، والمصدرية في قوة المفعول به الثاني. يعني وتريد ما المصدرية. نعم. إيه ما أين ماذا تريد بما المصدرية؟ الكلام مش يصير ناقص، واضح يأباه المعنى. مثلها في قوله تعالى بما رحبت، حتى لا يظن بعضهم أن ما لا تكون إلا نافية أو موصولة. لا، لدينا ما في القرآن الكريم اللي هي مصدرية. ايش معناها مصدرية؟ يعني تسبك مع ما دخلت عليه بمصدر، تحذفها هي مع ما دخلت عليه وتعوضها بمصدر، فلا يختل المعنى. مثلها في قوله تعالى بما رحبت، وقوله تعالى ودوا ما عنتم، التقدير برحبها وعنتكم، يعني وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وهذا الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فوضاقت عليهم الأرض بما رحبت، التقدير وضاقت عليهم الأرض برحبها، أي بالرغم من رحبها وسعتها ضاقت عليهم الأرض. والآية الأخرى قال ودوا ما عنتم، ودوا بمعنى أرادوا وأحبوا، ما عنتم لا يعني ذلك النفي، لا، ما عنتم أي عنتكم، أي وقوعكم في العنة والحرج. ولا يجوز في قولك هذه شفناها ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا، موجودة قول ضربا زيدا في اللغة العربية خلافا لقوم من النحويين. علاش؟ لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده. لما تقول ضربا زيدا هي في التقدير اضرب زيدا ضربا، فهذا فعل لا، عفوا، هذا مصدر لا يحل محله فعل لا مع أن ولا مع ما، فهذا فلا نعتبر زيدا معمولا لضربا،
مالش نوع، نعتبروه معمول لفعل محذوف تقديره اضرب، وإلا تقديره ضربته حسب سياق الكلام. هذا قول الجمهور. هناك قوم من النحات قالوا، قالوا لا، ضربا زيدا هذه الحالة كذلك، ضربا اللي هو مصدر هنا منصوب هو الذي عمل النصب في زيدا، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن وما. وعلى فكرة بعض الأخوة منعوا البيدون في اللغة العربية، وهذا كلام مردود على قائله. سمعنا معلومة من بعض الأخوة قالوا لا يوجد بيدون في اللغة العربية. مش بيدون مية؟ قال لا، أقول دون فقط. لها وابن هشام استعمل البيدون، فهذا يدل على من؟ على جوازه. ها؟ لا لا، أقول بدون. عرفت سيدي البي يعني لا تدخل على الدون. يا البينة على المدعي. وإحنا هنا إحنا منكرين وما اكتفيناش باليمين، أنا جبنا البينة. البينة كلام ابن هشام. قال لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن وما. تقول اضرب زيدا، أذيت على كلمة ضربا زيدا. و... دون هي اسم ظرف، علاش لا؟ فيها معنى ظرفية، أو الباء حرف جر. هو البعض اللي يقول هذا يقول الباء يعني سوف يتعارض معناها مع لفظ دون اللي هي الباء للإلصاق، ودون يعني لنفي ذلك. ب ولا يجوز في نحو، أيها الآن نصل إلى صوت عزكم الله الحمار. ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت الحمار. لا يجوز أن تنصب صوت الثاني أو الثانية بصوت أو بصوت الأول. هي الجملة هكذا، مررت بزيد فإذا له صوت صوت الحمار. زعم البعض قالوا ها صوت الثانية هذه هي معمول لصوت الأول، يعني هي مفعول مطلق لصوت الأول، يعني كأنه يقول يصوت صوت الحمار. به هو قال لا يجوز هذا الكلام. ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت الحمار أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول. إعراب حكاية، لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه أو على بدون آخر، لأن المعنى يأبى ذلك. يعني هذه الجملة لا يصح أن نجعل صوت الثانية معمول لصوت الأول، هو صوت الأول هو مصدر. الآن ابن هشام في شرح قطر المداخ قال لي يمكن علاش، قال لي أن المعنى يأبى ذلك، لكن لم يفصل هالمثل بالرغم من أن هذا الكتاب مفصل أكثر من شذور الذهب، لكن هنا فصلها. لأنك لا يمكن أن تقدر فعلا في مثل هذا المثال لا بال مع حرف مصدري ولا بدون حرف، اللي هو على مذهب بعض النحات كما رأينا في ضربا زيدا. هل يصح أن أقول مررت بزيد فإذا له أن يصوت صوت الحمار، ولا فإذا له ما صوت صوت الحمار؟ فلا يمكن تقدير بذلك. قال هنا كلام ابن هشام في شرح قطر، ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت الحمار أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول، لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف المصدرين ولا بدونه، لأن المعنى يأبى ذلك، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. الجملة هذه هنا زاد فصلها، قال ايش؟ قال لأنه فإذا له صوت، بعد له هذا صوت ما مصدر ولا، لكنه في حكم الاسم الجامد لا يدل على الحدوث. شفت هنا ايش قال؟ اشار الي المسألة فقط. قال لأن المراد
لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. هاو نجيو لهنا الشذور الذهب اش قال، برغم أن العبارة أقل، يقول ومثال ما لا يخلفه فعل، يعني مثال المصدر العامل الذي لا يخلفه فعل مع أحد هذين الحرفين، شنو هما الحرفين؟ أن وما. قولهم مررت به، أنا ما نسبش العملية لزيد، مررت به فإذا له صوت، صوت الحمار، إذ ليس المعنى على قولك فإذا له أن صوت، ولا فإذا له أن يصوت أو ما يصوت، لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل. لو كان المصدر بمعنى الحدوث فيكون في تأويل الفعل مع دخول حرف المصدر عليه، يعني يكون اسم مؤول به وأصله فعل. قال لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل، وإنما أردت أنك مررت به وهو في حالة تصويت، ولهذا قدروا للصوت الثاني ناصبا، يعني مررت بزيد فإذا له صوت، صوت الحمار، صوت هذه الثانية منصوبة، ما هو الناصب لها؟ قال عامل مقدر، قدروا للصوت الثاني ناصبا ولم يجعلوا صوت الأول عاملا فيه، يعني تقدير مررت بزيد فإذا له صوت، تنجم تقول عامل مقدر مثلا أعني صوت الحماري، ولا أقصد وإلا يشبه صوت الحمار، يعني أي عامل من العوامل المقدر. وطبعا يعني يلتجأ لتقدير المحذوف وعدم الاكتفاء بالموجود عند الاضطراب، الأصل أن تكتفي في العبارة بما هو موجود، فإذا لم يكتمل المعنى فيصار بعد ذلك إلى تقدير أمر يعني محذوف. هو التقدير في علم النحو وفي باب الإعراب هو بمثابة الاقتراض، ولا يقترض الإنسان إلا للضرورة. إذا كان موجود فلما تقول مثلا مررت بزيد، فبزيد جار ومجرور لا تحتاج إلى أن تقدر له محذوفا يتعلق به، لأنه يمكن أن يتعلق بالفعل والفعل موجود. لكن لما تقول زيد في الدار، ففي الدار جار ومجرور لا بد أن يتعلق بمقدر محذوف، لأن زيد اسم جامد لا يمكن أن يتعلق به جار ومجرور. مثلا لما تقول زيد قائم في الدار، هل أحتاج إلى مقدر محذوف هنا؟ لا، هنا عندي قائم صيغة اسم فاعل يتعلق بها الجار المجرور، فالجار والمجرور لا أحتاج إلى مقدر. طيب الجار والمجرور يتعلقان بالفعل أو بالمشتق؟ بالمشتق، يعني ليس بالجامد. لا يتعلق بالاسم الجامد ده. شكو الحبي يسلم سمعت أنه التفسير إذا كان صوت ثاني منصوبة طبعا صوت ثاني منصوبة، صوت بمعنى صوت الذي يقوله مش مصدر، لا مصدر، لكن في هذا المثال ليس فيه معنى الحدوث. لا قلنا في حكم الاسم الجامد لم يدل على الحدوث فقط. هو نشوف مش نعود العبارة بالضبط اش قال. ومثال ما لا يخلفه فعل مع أحد هذين الحرفين قولهم مررت به فإذا له صوت، صوت الحمار، إذ ليس المعنى على قولك فإن له أن يصوت أو أن صوت إلى آخره، لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث. هو مصدر، هو معترف اللي هو مصدر، لكن في هذا المثال نحن لم نرد به ماذا؟ الحدوث حتى يكون في تأويل الفعل. سمعت قبل ولا يكون النصب على حذف حرف الجر، هذا كان منصوب بنزع الخافض في حالة أخرى. لا يمكن تقول صوت له صوت كصوت الحمار،
أي يمكن نزعنا حسن نزعنا الخافض اللي هو حرف الجر يتسمى منصوب بنزع الخافض. أيوة وصار هو منصوب على اللي هو في الحالة كل العامل يعني مقدر وتركه عامل قال يعني يصير معمول لعامل ماذا يقدر حسب السياق حسب نية المتكلم. طيب ما لا إلى إحنا وصلنا لهني البارح ولا؟ أي بالضبط الشرط الثاني. تو الشرط الثاني تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثاني ألا يكون مصغرا فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا ولا يختلف النحويون في ذلك وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموعة فمنع إعماله حملا له على المصغر لأن كل منهما مباين للفعل. وأجاز كثير منهم إعماله واستدلوا بنحو قوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب آخر يتربي. الشرط الثاني أن لا يكون المصدر مصغر يعني على صيغة التصغير. فلا يجوز أعجبني ضريبك زيد. ضريب هو تصغير ضرب. هذا لا يجوز. وهذه المسألة متفق عليها بين النحاة جميعا في لغات العرب جميعا. بعض النحاة قاس المصدر المجموع على المصدر المصغر وقالوا كذلك المصدر المجموع لا يعمل لأنه وقع فيه تغير في بنائه. وقاس بعضهم أو قاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله حملا له على المصغر لأن كل منهما مبين للفعل. ولكن كثير النحاة أجازوا إعماله واستدلوا لذلك بنحو قول الشاعر وعدت وكان الخلف منك سجية. ما هو قاعد يمدح فيها الصباح ما شاء الله يعني بصدد ذمه. قال وعدت وكان الخلف منك سجية يعني هذا المذموم سجيته يعني وصفته المستمرة أنه يخلف الوعد والعياذ بالله. مواعيد عرقوب أخاه بيترب. فمواعيد هذه يعني صيغة مصدر وهو مجموع جمع وعد. وعد جمعها ماذا؟ مواعيد مصدر ميمي. وعرقوب هنا سيكون فاعل لمواعيد يعني كما يعد أو وعد عرقوب أخاه. وأخاه مش يكون مفعول به لمواعيد. واضح المسألة ولا؟ فهذا الشعر يؤيد قول من يعمل المصدر إذا كان مجموعا. واضح المسألة؟ أي يعني المسألة ما لنا الكل متفق أن المصدر المصغر لا يعمل المصدر المجموع. البعض قاسه على المصغر ومنع عمله ولكن الأكثر أنهم يجيزون عمله. نعم. الثالث ألا يكون مضمرا فلا تقول ضربي زيدا حسنا وهو عمرا قبيح لأنه ليس فيه لفظ الفعل. وأجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. نعم. أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم؟ قال فعنها متعلق الضمير وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. طيب من شروط إعمال المصدر أن لا يكون ضميرا. يمكن أن يعوض المصدر بضمير سواء المثال هذا ولا موجود مثال في القرآن الكريم. قال تعالى على في قصة سيدنا عيسى عليه السلام قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإني أعذبه الهو الآن في أعذبه على ماذا تعود؟ على من يكفر. من يكفر بعد منكم فإني أعذبه أي أعذب من يكفر عذابا لا أعذبه. الهو على ماذا تعود هنا؟ تعود على المصدر لا تعود على من يكفر ولا مش يصير تناقض له يعذب ولا لا يعذب. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أي لا أعذب هذا العذاب أحدا من العالمين. فيمكن أن ينوب عن المصدر ضميره.
المصدر يعمل. إيه ضمير المصدر هل يعمل؟ لأنه حد قالوا لا. من شروط عمل المصدر أن لا يكون مضمرا به. هذا طبعا مذهب الجمهور. فلا تقولوا لو ذكر مثاله ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح. وحتى المثال تحسه قبيح. هو قالك تعود على ضربا. لو قال ضربي زيدا حسن وهو مؤثر فيه يمكن. هنا وهو ضمير يعود على يعني ضربي مؤثر في زيد واضح ولا لكن ما عنديش عام. لكن لما قال وهو عمرا وبناء على ان عمرا مفعول به لهو ومش يكون يعني فاعله مستتر في شو اسمه في الضمير اللي هو عوض عنه بضمير في المصدر الذي عوض عنه بضمير فهذا غير ممكن. يعني يمكن أن تقول ضربي زيدا حسن وضربي عمرا قبيح يمكن. واضح ولا بي ضربي زيدا حسن كيفاش مش نعربه؟ شو نقوله؟ عنا هنا ضرب هو مصدر مضاف وهذا المصدر مرفوع ونتكلم عليه باعتباره معمول بضمة المقدرة منع من ظهورها كسرة المناسبة لأن هذا المصدر مضاف إلى ياء المتكلم والمضاف إلى ياء المتكلم إعرابه تقديري وهذا المصدر هو عامل وفاعله هو شنو فاعله هو ياء المتكلم. ياء المتكلم هنا باعتبار الألفاظ هي في محل جر على أنه مضاف إليه وباعتبار المعنى هو فاعل ضرب به. وزيدا ما هو إعرابه؟ هو مفعول به لضربي يعني التقدير أن أضرب زيدا أن أضرب شنو؟ زيدا. ما قلنا المصدر يعوض باش بفعل مع أن أو مع ما به. هذا المصدر المضاف إلى فاعله مع مفعوله كله شبه جملة وهو مبتدأ وحسن شنو خبر بكلها تصير جملة تثني اسمية خبرية تام. الواو حرف عطف بعدش قال هو عمرا قبيح. لو قال وضربي عمرا قبيح مش يصير نفس التركيب يعني عندي مبتدا وخبر. فأراد أن يضع مكان ضربي شي يحط شنو ضمير اللي هو نفس المصدر الذي ذكر قبل قليل. فقال النحات هذا الأمر لا يجوز لأن الضمير عفوا لأن المصدر لا يعمل إذا كان ضمير. يمكن أن يكون ضمير لكن هل يعمل؟ لا. من شروط عمل المصدر أن لا يكون ماذا مضمرا أو ضمير لأنه الثالث أن لا يكون مضمرا فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح لأنه ليس فيه لفظ الفعل. لأنه يعني لأن هو على ماذا تعود؟ على الضمير أحسن. ليس فيه لفظ الفعل. أجاز ذلك الكوفيون. الكوفيون أجازوا أن يعمل الضمير النائب عن المصدر أن يعمل عمل المصدر. واستدلوا بقوله يعني بقول من؟ بقول الشاعر وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. هنا شنو نمشي يعتبروها عامل؟ أي وما الحديث عنها يعني هو سوف هو اعتبروا أن هو شو اسمه ضمير نائب عن ماذا؟ عن المصدر الذي سيعمل في عنها. واضح ولا؟ أي ما الحديث عنها بالحديث المرجم. قالوا عنها متعلق بالضمير
في الأصل شنو قلنا إحنا قبل شوية دو؟ مش قلنا الجار والمجرور بما يتعلق، يعني يتعلق بالفعل ولا بمشتق؟ مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. هل يتعلق باسم جامد؟ هل يتعلق الجار والمجرور بضمير؟ لا. هنا علقوه بالضمير. وطبعا لما جار ومجرور يتعلق بشيء فالمتعلق هو معمول للمتعلق، مفهوم ولا؟ المتعلق بكسر اللام معمول للمتعلق. فاستدل بعضهم قالوا هو عن ضمير هنا، وإلا بما سيتعلق الجار والمجرور عنها؟ مش يتعلق بالضمير اللي هو هو، واللي هو لماذا ساغ أن يتعلق به الجار والمجرور؟ لأنه ضمير نائب عن المصدر. هذا تعليله، هو قال هذا الاستدلال باطل. علاش؟ باختصار، هو لم يفصل هنا، لأن هذا الاستدلال فيه احتمال، وإذا ورد الاحتمال شنو يصير؟ هذا هم فهموا هذا الكلام يعني وجعلوا هو معوض عن الحديث الموجود. هو من أبسط الاعتراضات على ذلك، احنا ما هو ما طولهاش المسألة، يعني قدروا هو يعني نائبا عن الحديث، ونقولوا أبسط مخالفة هنا لدينا أضمار قبل الذكر. الأصل أن 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 تذكر اسما صريحا ثم تكني عنه بضمير، لا أن تأتي بالضمير ثم تقول هو عائده يأتي بعده. هذه من أبسط الردود على هذا الشيء. ما لا باختصار، لا يعمل المصدر إذا كان مضمرا. بعض الكوفيين أجاز ذلك واستدل بشعر، إلا أن هذا الشعر يحتمل أن يؤيد مذهبهم كما يحتمل أن يكون غير ذلك. نعم. الرابع ألا يكون محدودا، فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا، وشذ قوله يحايله الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكب، فأعمل الضربة في الملا، وأما نفس راكب فمفعول ليحاي. يحابي ولا يحاي؟ يحاي. وأما نفس راكب فمفعول ليحاي، ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. بيت الشرط الخامس، هذا قلنا الرابع. الشرط الأول أن يحل محله، معنى أنه ما. الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا. الشرط الثالث أن لا يكون مضمرا. الرابع أن لا يكون محدودا، لأن لا يكون فيه حد، لا يكون فيه قيد. وهناك مصادر فضل بمعنى بمعنى اسم المرة، هناك مصادر لبين العدد، هناك مصادر لبين الهيئة. فهذه كلها حدود وقيود. لما تقول ضربت جلست جلوسا أو الجلوس، هذا مصدر هكذا مطلق. لكن لما تقول جلست جلستين ولا جلسة ولا جلسة القارئ، فهذه كلها مصادر محدودة أو مقيدة بقيد. لما تقول جلست جلسة أو جلستين، هذه لبين العدد. جلسة القارئ لبين الهيئة إلى آخره. أن لا يكون محدودا، فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا. هذه القاعدة، ضربتك زيدا، على أن زيدا مفعول به لضرب ضربتك. لو قلت أعجبني ضربك زيدا، هذا يجوز بالاتفاق. أنا ضربك مصدر، هل هو محدود؟ لا. لكن لما أقول ضربتك فقال هذا لا يجوز. وشذ قوله الشاعر، يعني بعضهم قال المصدر المحدود يمكن أن يعمل، واستدل بهذا الشعر، يحاي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا. قال فأعمل الضربة في الملا، يعني الملا مش يكون مفعول به لضربتي، واضح ولا؟ ونفس راكبي هذا كان معمول ليحاي، أما نفس راكب فمفعول ليحاي. ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسق الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. بعضهم قال هذا الشعر
يعني شذ عن القاعدة، أو القاعدة إن شئنا أن نقول شذت عن هذا الشأن. يعني هو هذا الشعر يؤيد هذه النظرية ويخالف القاعدة المذكورة، إلا أنهم قالوا أن اعتبروه شاذ. واضح ولا؟ أي الخامس. الخامس ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيد، فإن أخرت الشديد جاز جاز. قال الشاعر: إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عدولا، فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي. أي علاش هنا شنو المشكلة في كون المصدر موصوف؟ الفاصل الذي يأتي بين العامل والمعمول من شأنه أن يضعف عمله، وهو المصدر ابتداء عمله ضعيف لأنه هو عمل لأنه يشبه الفعل. شفتوا لما خرجت منه صفة الحدوث اللي هي المشابهة الأصلية للفعل، وإلا صار مصغر صار ضمير، فكلما ابتعد عن شبهه بالفعل كلما انتفى عمله. هناك هنا لدينا كذلك مانع آخر، إذا كان المصدر موصوفا فسوف يقع فاصل بين هذا المصدر وبين معموله اللي هو عمله ضعيف ابتداء، ووقع الفاصل فازداد ضعفا وبالتالي ألغي ماذا عمله. أن لا يكون موصوفا قبل العمل، شفت قبل شنو؟ موصوف بعد العمل، يعني الوصف نتاعه جاء بعد المعمول، فهذا لا يضر، لم يقع فاصل بين العامل ومعموله. لكن لما لو تخلل الوصف العامل والمعمول اللي هو المصدر طبعا فسوف يبطل عمله. فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا. فإن أخرت، أخرت ماذا؟ أخرت هذا الوصف اللي هو السبب في إبطال العمل. جاز، قال الشاعر: إن وجدي بك، ف بك هذا معمول لاش لوجدي اللي هو مصدر. من بعد قال الشديد اللي هو وصف الوجد، فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي. نعم السادس. السادس ألا يكون محذوفا، وبهذا رد على من قال في مالك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا، وعلى من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثاني. ابتدائي إن التقدير، إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر وأبقى معمول المبتدأ، وجعل من الضرورة قوله: هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، لأنه بتقدير وقولكم يا رحمن قربانا. طيب الشرط السادس، شفت الشرط راهو حتى في النحو صعيب، راه في امور النحو ولا في الزواج مشاكل كبيره هذه. وني عملت هكا ملاحظه، ما جاب ربي انتم ماكمش تعملوا في الامتحان، حطيت هذا السؤال في الامتحان يجي سؤال سمح ياسر: اذكر شروط عمل المصدر. ايش رايك سي الحبيب؟ واذكر مع كل شرط مثال. لا لابد مش تقول لي شروط وتتصل لي كل شرط. طيب هي يعني امتحانات بدعه هذه يا راي، كان الصحابه يعملوا امتحانات بدعه واجبه. وين احنا في السادس توا؟ قال ان لا يكون محذوفا. الفعل يمكن ان يعمل محذوفا. نقول لك من ضربت؟ ايش تجاوب؟ يمكن ان تجيب زيدا. شو نقول؟ زيدا مفعول به لفعل محذوف او مقدر تقديره ضربته. اهلا وسهلا شنو اعراب؟ مفعول به لفعل محذوف وجوب تقديره، حللت اهلا ونزلت سهلا. فالفعل يعمل اذا كان محذوفا ام لا؟ اي المصدر هل يعمل اذا كان محذوف؟ قال لك لا، شرط من شروط يا اخي انت عملك ضعيف ومش تزيد تغيب. ها برش عهدك. قال ان لا يكون محذوفا باهي، لكن البعض استدل بادله، قالوا ها لدينا مصادر محذوفه عملت. قالوا لا، هذه الاستدلالات مردوده. اول شيء قال وبهذا ردوا، هو لم يذكر يعني مثال لانه مثال عدم،
على من قال. عندنا جملة في العربية ما لك وزيدا. قال بعضهم إن التقدير ما لك وزيدا تقدير ما لك وملابسة زيدا ولا وملابستك زيدا. فأعرب زيدا مفعولا به لمصدر محذوف تقديره ملابستك. واضح ولا؟ قالوا لا، هذا التقدير ماذا؟ مردود على صاحبه. واضح ولا؟ يقدره تقدير آخر. شو التقدير ترى؟ مالك وزيدا، ما هذه الواو؟ واو أحسن، واو المعين. مالك وزيدا أي مالك مع زيدا. يودي ما دام الموجود كافي، علاش نستدعاه في الخارج ونطلبه في الإعانات؟ واضح ولا؟ بل الذي قال مالك وزيدا قدروها بمالك وملابسة أو وملابستك. قالوا شو خاطر كان تقولوا ملابسة مش يولي هو زيدا هو المضاف إليه، لا يولي مجرور. مالك وزيدا قدرها البعض مالك وملابستك زيدا، قالوا هذا التقدير مردود على صاحبه. المثال الثاني لما نقول بسم الله، بعضهم قدرها شنو؟ ابتدائي بسم الله ثابت، فحط بسم الله جار ومجرور متعلق بمقدر محذوف تقديره ابتدائي، وهذا كله مبتدا وثابت خبر محذوف. المبتدا محذوف والخبر جعله كذلك محذوف، قالوا هذا التقدير مردود. هذا التقدير شنو؟ اي شنو التقدير مال؟ ابتدئ بسم الله. واضح ولا؟ ابتدئ بسم الله، ولا اشرع بسم الله، ولا اقرا بسم الله حسب سياق، ولا اكل بسم الله. الشروط هذه يعني في نفي عمل المصدر عمل الفعل، يكون في محل غير الفعل معناته كما هذا المبتدا. اذا لم يعمل عمل الفعل فلا نشترط له شيء. هذه الشروط يعني مشروطه ليعمل عمل الفعل، واللي هو عمل الفعل ما هو؟ يرفع الفاعل وينصب ماذا؟ المفعول به. المفعول، ما قلتش المفعول به، ينصب المفعول. يمكن يكون مفعول مطلق، يمكن يكون مفعول به، يمكن يكون مفعول له، هذا ما جرى. اذا قدروه في محل الابتداء معناته. لا، ايا كان موضعه. اي مثلا تقول اعجبني ضرب زيد عمرا، هنا ضرب شنو اعرابها؟ عجبني فعل، المصدر صار فعل. ونجي في مثال اخر، ما تقولش اعجبني، تقول مثلا ابتدائي عرب مبتدا. لا استنى، اعجبني ضرب زيد عمرا، فضربه هنا عربت فاعلا. ويمكن تقول مثلا قصدت اكرام عمرو. واضح ولا؟ قصدت شنو؟ اكرام عمرو. فقصدت فعل وفعل، اكرام اللي هو مصدر شنو عمله؟ مفعول به. واكرام عمرو شنو نعربه؟ مش يصير عمرو يا اما مش نعربوه فاعل باعتبار المعنى وهو مضاف اليه باعتبار لفظ، يعني اعجبا مش عجبا يعني. قصدت ان يكرم عمرو اي شخص، والا نعربوا عمرو مفعول به وفاعل اكرام ضمير مستتر في المصدر، يعني قصدت ان يكرم هو عمرو. واضح المساله ولا؟ اللي حبيت نقوله انه المصدر العامل يمكن يكون في محله في الجملة هو نفسه، يعني باعتبار معمول، يمكن يكون فاعل، يمكن يكون مفعول، يمكن يكون خبر، يمكن يدخل عليه حرف جر إلى غير ذلك من المواضع. هذا الشرط السادس. الشرط السادس قال أن لا يكون ماذا؟
محذوفة. إش قال؟ وبهذا ردوا على من قال كذا وكذا في كذا وكذا. يعني مالك وزيدا وبسم الله ردوا على من قدر العامل مصدرا ماذا؟ محذوف. إيه وشنو تعملوا؟ هو عنا شعر يؤيد هذه القاعدة يعني ويتخلف في هذا الشرط. هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا؟ إيش قال؟ لأنه بتقدير وقولكم يا رحمن قربانا، أي رحمن قربانا، هذا هو مرفوع. ما هو العامل في رفعه؟ قال لك مصدر مضاف، عفوا مصدر محذوف، تقديره قولكم، واضح ولا لأن لا يمكن أن يتعلق بشيء آخر. هاي هو عنا هنا مصدر محذوف وعمل. شنو جاوبوهم هنا؟ ما هو الجواب على هذا المثال؟ نعم إيه النداء هل تذكرون إلى الدائرين هجرتكم ومسحكم صلبكم؟ لا، مش تقدر حرف النداء يبقى ناقص. شكون النادى في أي سياق؟ شكون المنادي؟ واضح ولا؟ هو يمكن حذف حرف النداء، لكن إيه، لكن هذا النداء منسوب لشكون؟ فلا بد أن نقدر وقولكم رحمن قربان ولا يا رحمن قربان. مش المشكلة في حرف النداء، هو جاوب من الأول. إيش قال؟ وجعلوا من الضرورة. إيش معنى جعلوا من الضرورة؟ شوف ركز مليح وذكر حاجتين. قال السادس أن لا يكون محذوفا، وبهذا ردوا على من قال كذا وكذا وجعلوا من الضرورة من قال كذا وكذا. أحسن، قالوا هل الاستدلال بتاعكم هذا في الشعر ويجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره؟ الشعر هو موضع الرخص كما أن السفر هو موضع الرخص في الفقه. حتى جماعة اللي يقولوا بمسح بعض الرأس احنا في الفقه ويستدلوا بحديث الناصية ولا مسح على الناصية وعلى العمامة، فمن أبرز ردود الملكية يقولوا هذه الحادثة وقعت في سفر ويجوز في السفر ما لا يجوز في الحضر، وهي وقعت كذلك يعني مرة برك. فهذا هذا المثال نقول هي أمثلة قليلة جدا ووردت في شعر من الأشعار، والضرورة الشعرية تتيح يعني أمورا يعني كثيرة. إلا هنا تدخلوا على، هل تدخلوا على الضمائر؟ أصلا إلا لا تدخل. قال ولا يلي إلا في الاختيار، ذكروا له الضمير لا يلي إلا في الاختيار، شرح سيدي خالد. يعني حرف إلا الضمير لا يأتي بعد إلا في النثر في الحال الوسع، أما في الضرورة الشعرية فيمكن. في اللغة العربية تقول إلاك ولا إلاه ولا إلاهما، واضح؟ تقول إلا زيدا ولا إلا عمرا وإلا إلا هو ضمير منفصل، أما ضمير متصل فهل يلي إلا، لكن في الضرورة الشعرية يمكن. فلا يبقى شيء من أهلك حتى كل يبدأ بك أستجير من يجير سواك. أذنبت يا ربي ذنوبا ما لها من غافل إلاك. فهذه ضرورة شنية شعري. قال جعلوا من الضرورة قوله كذا وكذا، يعني حملوا هذا المثال على ضرورة شنية الشعري. كم الشرق ثامن ونختمه؟ سبعة وثامن. السابع أن لا يكون مفصولا عن معموله، ولهذا رد على من قال في يوم تبل السرائر إنه معمول لرجعه لأنه قد فصل بينهما بالخبر. هذا الشرط السابع ضمنيا تذكر في مسألة موصوف، أما هو ذكر نوع خاص من الفاصل. الشرط الخامس ما تذكره قال أن لا يكون موصوفا، وذكرنا احنا العلة في هذا هو أن الصفة وقعت فاصلا بين العامل والمعمول، وهذا نوع خاص من الفاصل اللي هو الصفة.
قالك وإن فصل كذلك بشيء آخر غير الصفة من شروط عمل المصدر أن لا يفصل عن معموله إذا كان عاملا. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فقال أن لا يكون مفصولا عن معموله، لهذا رد من قال في يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه. يوم مو اسم ظرف ولا مفعول فيه ظرف زمان، فقالوا ليس معمولا لرجعه. علاش ترى؟ لأن جاءت بعدها لقادر، أو كان جاءت رجعه يوم، كان جاءت كلمة رجعه أو مصدر رجعه بعدها مباشرة يوم فيعمل، لكن مدام وقع فاصل بينه وبين هذا المعمول فلا يعمل فيه. الثامن ألا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجهور، واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، وقولهم اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. طيب الشرط الثامن أن لا يتأخر عنه، وأنا قلنا هو عمله ضعيف، فإذا فصل بينه وبين معموله أو تقدم معموله عليه فلا يعمل، كان في المعمول الذي بعده مباشرة. يجوز أن تقول أعجبني ضربك زيدا، لكن هل يجوز أن تقول أعجبني زيدا ضربك؟ قال لا، السهيلي أجاز تقديم الجار والمجرور، وهي هذه ميزة كذلك للجار والمجرور، أنه في كثير من الأحيان يتقدم، يجوز في حقه كذلك ما لا يجوز في حق الغير. استدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، فعنها متعلق بيبغون ولا حولا؟ مطلق متعلق بحولا، حولا يعني تحويل، اللي يدخلوا للجنة فربي إن شاء الله يجعلنا منهم، فلن يبغوا عنها تحولا وانتقالا، فالتقدير لا يبغون حولا عنها، واضح ولا؟ وقولهم كذلك اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، فمن أمرنا جار ومجرور متعلق بفرجا ومخرجا، واضح؟ طيب هذه ثمانية شروط لعمل ماذا؟ المصدر. من بعد شذكر لنا شنو؟ أقسام المصدر العامل. ما يكون نعم. أن؟ لا، المصدر لا يكون مؤخر. المصدر العامل يكون متقدم. العامل الأصل أن يأتي العامل بعده المعمول. شوف ما هو تعريف العامل؟ لا مش الإعراب، هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فالعامل يدخل على المعرب، يعني الداخل طبعا مش يكون هو الأول. هو الجنفين يعني مش على القاعدة، على عكس القاعدة. هو يقصد معناها إنه ما يكونش المعمول السابق العامل هو طبعا، أن لا يكون مؤخر. شكون يعني توزع المعمول؟ لا، شو اسمه العامل لا يكون مؤخر، اللي هو المصدر. شوف، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، أين العامل اللي نحكيه عليه؟ ضربك مؤخر ولا مقدم؟ مؤخر. هذا لا يجوز. لو قلنا أعجبني ضربك زيدا، هذا يجوز، العامل هنا متقدم. الضمير عنه في عنه ترجع للمعمول. طبعا. يكون مؤخر أي مصدر عن المعمول. هذا هو. عجبني زيدا ضربك مصدر. عجبني زيدا. وهذه الجملة لا تصح. أين الفاعل؟ العمدة قتلته أنت تو. ليس لدينا عمدة. نجم نقعد من غير عمدة احنا. عجبني، ولا مش عامل لك اللجنة بتاع الشعر ذكرها. عجبني فعل ومفعول به، الياء المتكلم هي المفعول به ونون للوقاية، وأعجب فعل، أين الفعل؟ العمدة مش موجود، واضح؟ طيب هذه
النقص لم يعجبني زيد، معناها عجبني ضرب زيد. إيه وهذا هو.